رغم اقتراحات رئيس الجمهورية في مواضيع هامة على رأسها استرداد مكانة الجزائر على السياسة الخارجية من قبل، وأعطى مكانة خاصة للجزائر التي أصبحت تهاب في وقت الحال وأصبحت قيب قوسين من طرف حتى الدول العالمية التي حسدتها على سواء على الثروات أو سواء على التجمعات إلى غير ذلك من الانعقادات الأخرى، على رأسها انعقاد الجزائر مع المجموعة الدولية لمجموعة البريكس التي هي في مخطط وقت الحال لطريق الحرير، مما أعطى نمط آخر للجزائر. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.